كشف النادي الأهلي عن وجود إقبال كبير من جماهير النادي على حجز تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي أعلن عن تطبيق سياسة الحجز الإلكتروني لتذاكر الجماهير لأول مرة في مباراة الوداد المقبلة. وأكد وليد مهدي مدير إدارة المباريات بالأهلي أن هذا الإقبال يعكس وعي الجماهير الحمراء وتجاوبهم السريع مع هذه الآلية، وهي خطوة مهمة لعودة الجماهير للمدرجات في هذا الموسم.